بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، ندشن سلسلتنا المباركة من قصص الأنبياء بالحديث عن آدم أبو البشر. كما هو معلوم أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام ليستخلفه في الأرض، وأخبر الملائكة بذلك، لكن الملائكة استنكروا الأمر واستعظموه نظرا لما وقع قبلنا مع الجن من سفك الدم وغيره. فقال المولى عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فسكت الملائكة حينها. ولابد أحبتي الكرام، ما دمنا نتحدث عن آدم عليه السلام، لابد وأن نعرج على كيفية خلق آدم عليه السلام. فكما هو معلوم أن آدم عليه السلام مر بثلاث مراحل أساسية في خلقه. المرحلة الأولى هي بدء خلق آدم من تراب. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. ثم المرحلة الثانية، يجعل الله عز وجل الطين حمأ مسنونا، أي الطين المخمر. وبعد أن جف الحمأ المسنون اللي هو الطين المخمر، يعني يبس وأصبح صلصالا كالفخار. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وينفخ الله تعالى في آدم من روحه، أي في الصلصال، ليصبح بشرا حيا يتحرك. ثم أمر الملائكة للسجود له سجود تعظيم لا سجود عبادة. فقال المولى عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبعدما أصبح آدم يتحرك ويتكلم، الله عز وجل يعني أمر الملائكة بأن يعلموه أسماء الأشياء. فجاءه إبليس عليه السلام، وإبليس بعد ذلك كان قد رفض السجود لآدم. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال له المولى عز وجل: وإن عليك النعنة إلى يوم الدين. وفي آية أخرى: فاخرج منها مذءوما مدحورا، مدلولا، لأنه رفض أمر الله عز وجل، وهو السجود لهذا المخلوق الذي هو آدم عليه السلام. فبدأت المعركة الحقيقية بين إبليس وآدم. فجاءه فقال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أحبتي الكرام، سنحاول أن نقف في هذه الفقرة، معصية آدم لربه، ونبقى مع الحلقة المقبلة إن شاء الله لنتحدث عن مسألة التوبة والإنابة وقبول التوبة أو رفضها من الله عز وجل لآدم أبو البشر. أسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا ربي في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.